نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. تواصل المقاومة اللبنانية والجيش السوري ملاحقة الجماعات الإرهابية في السلسلة الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا، وتخوض المقاومة معارك طاحنة في منطقة النعمات وجب الجراد، حيث قتل عدد من مسلحي داعش، وأحبطت عملية تسلل لعناصر من داعش في جرود رأس بلدة رأس بعلبك للوصول إلى جرود عرسال المحررة، ما أدى إلى تدمير 5 آليات عسكرية وجرافة لهم ومقتل العديد منهم. واستهدفت المقاومة تجمعا للمسلحين في شعبة المحبس شرق جرود عرسال بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، موقعة عددا كبيرا بين قتيل وجريح عرف منهم وليد عبد المحسن العمري الملقب بأبي الوليد، وهو سعودي جنسية من أبرز قادة داعش في القلمون. الجيش السوري أحبط هجوما لجماعات إرهابية مسلحة على نقاط عسكرية في محيط بلدة عتمان شمال درعا، ودمر الجيش 3 آليات للمسلحين بعد عملية نفذها على مقراتهم وخطوط إمدادهم القادمة من الأراضي الأردنية. ووجه الجيش ضربات دقيقة لمراكز المسلحين ودمر أسلحة وذخيرة لهم في أحياء الليرمون وبني زيد والشعار وصلاح الدين والحلوانية في حلب، فيما أغار سلاح الجو على رتل عربات مصفحة مزودة برشاشات ثقيلة لداعش في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي، وأوقع بينهم العديد من القتلى. تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الموسع للمعارضة السورية من الداخل والخارج بهدف تشكيل تجمع جديد يكون بديلا عن الائتلاف السوري المعارض في تركيا. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المجتمعين توصلوا إلى صيغة من 10 نقاط لحل الأزمة سياسيا، وأضاف أن المؤتمر الموسع يرمي إلى صياغة تصور يستند إلى تلك النقاط التوافقية وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، ويتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي. وكان نحو 200 معارض سوري قد بدأوا أمس في القاهرة اجتماعا يستمر يومين لوضع خريطة طريق لحل سياسي. اخترق الجيش السوري الإلكتروني الموقع الرسمي للجيش الأمريكي ونشر على الموقع رسالة تندد ببرنامج واشنطن بتدريب مقاتلي ما يسمى المعارضة السورية. وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي أن موقع القوات البرية الأمريكية أغلق بشكل مؤقت واتخذت التدابير الوقائية لضمان عدم اختراق بيانات عسكرية، فيما أشار مسؤولون إلى أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع للجيش الأمريكي لاختراق، حيث استهدفت عمليات الاختراق السابقة حسابات الجيش على تويتر. ويؤكد الجيش السوري الإلكتروني أنه يدافع عن بلاده ضد الحملات التي تشنها وسائل الأعلام العربية والغربية. يكلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو بتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من النكسة التي لحقت بحزبهما في الانتخابات التشريعية وأدت إلى حرمانه من الغالبية المطلقة في البرلمان. ومن المقرر أن يجري أوغلو فور تكليفه مداولات لتشكيل حكومة ائتلاف بين العدالة والتنمية مع حزب أو أكثر من 3 أحزاب معارضة. وفي حال فشل المفاوضات ضمن مهلة 45 يوما فسيكون بإمكان أردوغان الدعوة إلى انتخابات جديدة. ودعا الرئيس التركي أمس إلى تشكيل حكومة ائتلافية مطالبا الأحزاب بالتصرف بمسؤولية حفاظا على ما وصفه باستقرار البلاد. مراقبون أتراك أكدوا أن نتائج الانتخابات التشريعية شكلت صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية من خلال خسارته الأغلبية البرلمانية المطلقة، وبات أمام خيارين إما تشكيل حكومة ائتلافية أو انتخابات مبكرة، فيما عبر الشارع التركي عن تخوفه من عدم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة. الشعب يدفن الديكتاتورية في صناديق الاقتراع، هكذا وصف مراقبون نتائج الانتخابات البرلمانية التي مني الحزب الحاكم فيها بخسارة كبيرة مع تراجع شعبيته، انتخابات أنهت حكم الحزب الواحد، صفعة قاسية تلقاها الحزب بفقدانه للغالبية المطلقة،
يجد نفسه مضطرا إلى النظر في خيارات لم يألفها يوما، مثل دخول حكومة ائتلافية أو تأليف حكومة أقلية. الآن نحن أمام خيارين منطقيين، إما تشكيل حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أو انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر المقبلة. الحركة القومية لديها شرطان لقبول تشكيل حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية، أولها إنهاء حالة السلام مع حزب العمال الكردستاني، وثانيها أن يلتزم الرئيس أردوغان بالمنصب الفخري لرئيس الجمهورية ويبقى محايدا على مسافة واحدة من جميع الأحزاب كما ينص الدستور. نتائج الانتخابات تصدرت الصفحات الرئيسية للصحف المحلية. الصحف المعارضة للحكومة عنونت: فازت تركيا وخسر أردوغان، الشعب قال كلمته، كفى، انهيار العدالة والتنمية. أما الصحف الموالية للعدالة والتنمية أبرز عناوينها كان: الحل في الانتخابات المبكرة. الحملة التي اتبعها أردوغان في الانتخابات مبنية على تحجيم وإلغاء الأحزاب الأخرى ما خلق ردة فعل لدى الشارع التركي، فأدلى الشعب بصوته في صناديق الاقتراع لحزب الشعوب الديمقراطية ليجتاز حاجز 10% ويحرم العدالة والتنمية من التفرد بتشكيل الحكومة. لن نكون في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية ولن ندعمهم في البرلمان لتشكيل حكومة. الشارع التركي اللاعب الأقوى في نتائج الانتخابات عبر عن تخوفه من المرحلة المقبلة من حالة عدم الاستقرار ودخول البلاد في أزمة اقتصادية. كنت أنتظر هذه النهاية، لكن مع الأسف البلد ذاهب إلى عدم الاستقرار. يوجد العديد من الخيارات لتشكيل الحكومة. السياسة الخارجية ستتأثر بشكل كبير بعد هذه الانتخابات. إنعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة وإعادة العلاقات مع دول الجوار هي أبرز النقاط التي أجمع مراقبون أنها تنتظر الحكومة الجديدة. عبيد عبد الفتاح، العالم، أنقرة. أحبط حزب الله هجوما لداعش باتجاه نقاط عدة في جرود القاع ورأس بعلبك شرق لبنان. مراسل الميادين أفاد بأن داعش فشل في إحراز أي خرق باتجاه مواقع المقاومة، فيما أوقع حزب الله عددا من مقاتلي التنظيم بين قتيل وجريح ودمر عدة آليات عسكرية له. وكانت مجموعات من داعش قد انطلقت من منطقة الكهف شرق جرد رأس بعلبك وشنت هجوما على نقاط تابعة للمقاومة في قرنة السمرمر وقرنة المذبحة على الحدود اللبنانية السورية وتحديدا في جرود رأس بعلبك. ومن جرود القاع ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الساحلي. إذن محمد، معلومات إضافية حول ما ذكرناه في الخبر وهذا الهجوم لداعش الذي صده حزب الله؟ نعم فتون، هو الهجوم الأول لتنظيم داعش بعد آب الفائت، أي بعدما كان تنظيم داعش والنصرة في حالة تحالف عندما هاجموا بلدة عرسال. اليوم تنظيم داعش قام بمهاجمة نقطتين للمقاومة في جرود رأس بعلبك، نقطتين متقدمتين. الهجوم حصل على بعد حوالي 14 كيلومتر شرق بلدة رأس بعلبك. استطاعت المقاومة أن تصد الهجوم وأن تدمر 5 آليات لتنظيم داعش بالإضافة إلى جرافة وبعض الدراجات النارية التي كانت تستعملها عناصر هذا التنظيم في التقدم، محققة عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم. هذا الهجوم فتون يأتي بعد أن أصبح حزب الله من الجهة اللبنانية على تماس مباشر مع تنظيم داعش، لا سيما أن جبهة النصرة لم يعد لها تواجد في القلمون السوري، انحصر تواجدها فقط ضمن 4 أودية في جرود عرسال مع امتدادات لها أيضا تصل إلى خط تماس مع تنظيم داعش. وبالتالي هذا الهجوم كان ربما عملية استباقية باتجاه مناطق لبنانية، ربما لإحراج الوضع اللبناني أو ربما لإحداث خرق باتجاه إحدى القرى اللبنانية، إلا أن المقاومة استطاعت أن تصد هذا الهجوم وأن تكبد تنظيم داعش خسائر كبيرة. نعم، إذا ما سألنا أكثر لو سمحت محمد عن التوزع الجغرافي الآن، ذكرت بعض النقاط، لو نتحدث أكثر عن أماكن وجود داعش الآن في هذه المناطق. نعم،
نعم فتون، تنظيم داعش يتواجد في بقعة جغرافية تمتد بحوالي 250 كيلومتر مربع من الجهة اللبنانية. هنا على يساري هذه هي بلدة القاع في أقصى شمال شرق لبنان. تنظيم داعش يحتل جزءا من جرود هذه البلدة، بالإضافة إلى الامتداد الجنوبي لهذه السلسلة التي تمتد من تلة الصليب مرورا بوادي رافق وصولا إلى بعض التلال في شرق رأس بعلبك. الجيش اللبناني كان قد استطاع أن يسيطر على 5 تلال لتأمين غلاف بلدات رأس بعلبك والقاع، ولكن تنظيم داعش أيضا موجود في الجزء الشمالي من جرود بلدة عرسال اللبنانية، بالإضافة إلى وجود تنظيم داعش في جرود بلدة قارة والجراجير السوريتين التي تحاذي هذه المنطقة الجغرافية، مع استحواذ تنظيم داعش أيضا على مرتفع حلمات قارة وهو المرتفع الأعلى هنا على الحدود اللبنانية السورية. نعم أشكرك كل الشكر مراسل ميادين محمد الساحلي، كنت معنا من جرود القاع في لبنان. حزب الله والجيش السوري حررا أكثر من 65% من المناطق التي كان داعش والنصرة يسيطران عليها في القلمون والسلسلة الشرقية. المزيد في هذا التقرير لزهراء الديراني. أهلا بكم. منذ بدء العمليات العسكرية على طول السلسلة الشرقية اللبنانية تمكنت المقاومة من تحرير 225 كيلومترا مربعا من مساحة الجرود، بينها 110 كيلومترات مربعة في جرود عرسال، فيما توزعت المساحة الأخرى على جرود بريتال ونحلة. أما في القلمون السوري فقد جرى تحرير 287 كيلومترا مربعا من ضمنها جرد فليطة بمساحة 50 كيلومترا على يد الجيش السوري والمقاومة. وفي الحصيلة العامة جرى تحرير أكثر من نصف المساحة التي كانت تنتشر فيها جبهة النصرة وداعش، كما جرت السيطرة على 90% من مواقع جبهة النصرة. وهكذا أصبحت المساحة الإجمالية التي حررت 512 كيلومترا مربعا من أصل 800 كيلومتر مربع، أي ما نسبته 64% من مساحة المناطق التي احتلتها داعش والنصرة في القلمون وفي السلسلة الشرقية اللبنانية. وكانت المقاومة قد تقدمت شرق جرود عرسال ووصلت جرد فليطة بجرود عرسال الشرقية وسيطرت على وادي التركمان ووادي القصير وعقبة القصير ووادي السيري ووادي الحريقة ووادي التنين في ظل سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي جبهة النصرة. كذلك سيطرت قوات النخبة في المقاومة على مرتفعات مثلث حرف الدبول جنوب شرق جرود عرسال، ما مكنها من السيطرة على مداخل المعابر التي تستخدمها جبهة النصرة باتجاه وادي الحقبان ووادي الحريق ووادي الخيل شمال شرق جرود عرسال. وعلى وقع هذا التقدم فر عدد كبير من مسلحي جبهة النصرة من مرتفعات الحصن ووادي الخيل شرق جرود عرسال باتجاه مخيمات النازحين ومدينة الملاهي في عرسال. قبل معركة القلمون وفي خلالها استخدمت أطراف سياسية على الساحة اللبنانية كامل عدتها السياسية والإعلامية لمنع خطة تحرير الجرود اللبنانية من مجموعات النصرة وداعش. قيل كلام كبير من مثل أن خوض المقاومة اللبنانية للمعركة سيفجر ويهدد الكيان اللبناني، بحسب تعبير النائب عن تيار المستقبل عقاب صقر حسن عبد الله. بعد تحرير النسبة الأكبر من الجرود الشرقية للبنان واقتراب المقاومة من إعلان إخراج النصرة نهائيا حتى من جرود بلدة عرسال، وربطا بقصف الجيش اللبناني مراكز النصرة ومحاولاتها التحرك في جرود البلدة، يسود صمت أوساط قوى 14 من أذار وسط ترقب لما ستكون عليه ردود الأفعال المقبلة بعدما استنفذت محاولة تحييد عرسال وجرودها من المعركة ضد التنظيمات المتطرفة. في المقابل يسجل المراقبون بناء على معلومات موثقة بداية تحول جوهري في موقف بعض القوى السياسية من المواجهة التي أطلقتها المقاومة ضد التهديد الإرهابي في لبنان. المتداول علنا توجه أحزاب لبنانية من اليسار واليمين لقتال التنظيمات التكفيرية أو المشاركة في عملية لوجستية ودفاعية في القرى والمدن ولا سيما القريبة من الحدود مع سوريا.
هذا التوجه يعيد رسم خريطة المواجهة بما يجعلها غير محصورة بحزب الله وحلفائه، بل برأي سياسيين محايدين يمهد لنقل المواجهة مع المجموعات المتشددة إلى الحاضنة الوطنية ويعطيها بعدا استراتيجيا. التحول في القناعة والرؤى السياسية تناغما مع التحليل السياسي للمقاومة في لبنان الذي لطالما حذر من خطر وجودي يتهدد البلاد، آخذ في الاتساع سياسيا وشعبيا، ولا سيما مع ظهور مخاطر نوعية أخرى كهجمات داعش الجديدة باتجاه رأس بعلبك وجرد القاع شمال شرق لبنان. أفادت مراسلة الميادين في سوريا بوقوع تفجير انتحاري نفذه عنصر من داعش كان يرتدي حزاما ناسفا في مقر لقوات الشرطة الكردية الأسايش بالقحطانية بريف الحسكة، وذلك وسط أنباء عن وقوع إصابات. تزايدت هجمات مسلحي داعش على القرى الشرقية من محافظة السويداء السورية المحاذية للبادية. كسيب قرية استنفر رجالها للدفاع عن قريتهم، ورصدوا التحركات الكثيفة للمسلحين على طرق صحراوية تمتد من الحدود الأردنية وحتى ريف دمشق. تقرير محمد الخضر. ريف السويداء الشرقي المتاخم تماما للبادية في مواجهة مسلحي داعش، عشرات القرى بدءا من عناد جنوبا قرب الحدود السورية الأردنية وحتى الصورة شمالا قرب الحدود الإدارية مع محافظة ريف دمشق تتعرض لهجمات متكررة. نحن هنا في قرية كسيب، هذه القرية تعرضت قبل أيام قليلة لهجمة من مسلحي التنظيم. تبعد كسيب نحو 30 كيلو مترا عن السويداء، تقع على خط نار يمتد على عشرات الكيلومترات من الجنوب إلى الشمال. دروب صحراوية تثير القلق. تكرار الاعتداءات على المنطقة فرض على أهلها الاستنفار للدفاع عن بيوتهم. خط هذا محاذي للبادي مباشرة، والبادي شرقينا بصير فيها خطوط تهريب كبيرة من الأردن باتجاه دمشق، والخطوط هذه يعني تبعد عنا شي حوالي 6 إلى 7 كيلومتر، وعم نشوفهم بالعين المجرد أحيان وبالأضواء وبالمناظير. عشرات الرجال تركوا أعمالهم للدفاع عن قراهم، موظفون ومزارعون في مجموعات من كتائب البعث والدفاع الوطني ينتشرون في كسيب كما القرى المجاورة. بالنسبة للمنطقة هذه تجمع بعض من داعش وجبهة النصرة، كون هذه القرية هي الخط الأول، خط الدفاع الأول للمحافظة. طبعا عدة مرات صاروا عاملين هجومات علينا، لكن ما كانوا يحلموا بالموضوع هذا، كنا نصدهم وما نحكي لهمهم. يواصل أهالي القرية أعمالهم اليومية زراعة ورعيا. الحذر يخيم على المنطقة برمتها، كثيرون يتابعون تهديدات داعش للقرى المجاورة، آخرون تعرضت منازلهم لإطلاق نار. حوالي الساعة 10 إلى ربع تم اطلاق نار على باتجاهنا. طبعا من شو استدلينا احنا؟ صوت انفجار خفيف بحيط الدار فوق الشباك، دخان وغبره. القلق في المنطقه لا يعني الخوف، يقول الاهالي هنا، ويؤكدون ان حاله الاستنفار الشعبي الدفاعيه لطالما عرف بها جبل العرب. محمد الخضر من ريف السويداء جنوب سوريا، الميادين. مجلس الشعب يناقش في جلسته برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس قضايا خدمية وجهود الحكومة في مجالي التطوير الإداري والمصالحات الوطنية. تقرير للزميل بلال معروف. ناقش مجلس الشعب عددا من القضايا الخدمية واستمع إلى أجوبة وزيري التنمية الإدارية والدولة لشؤون المصالحة الوطنية على أسئلة أعضاء المجلس التي تمحورت حول ضرورة محاربة الفساد الإداري وتطوير بنية العمل الوظيفي وتوسيع نطاق المصالحة الوطنية على امتداد مساحات الوطن. وأكد أعضاء المجلس أهمية معالجة البطالات المقنعة وتبسيط الإجراءات بالشكل الذي يعطي المزيد من المرونة للعمل في جميع مفاصله، إضافة إلى التركيز على الموارد البشرية وتنميتها في القطاع العام، ووضع معايير لاختيار المديرين العامين، وتحقيق الانسجام مع الأنظمة والقوانين في الوزارات والمؤسسات العامة، بما لا يقيد عمل وزارة التنمية الإدارية. ودعا أعضاء المجلس للاستفادة من الإمكانات الموجودة في وزارة التعليم العالي في مجال التنمية الإدارية، والاستفادة من المعارف والعلوم الحديثة لدى طلاب الدراسات العليا في الكليات الاختصاصية في هذا المجال.
وزير التنمية الإدارية دكتور حسان النوري استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار الخطوة الوطنية للتنمية الإدارية داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات بناء على الواقع الراهن، إضافة إلى إنجاز مشروع معايير اختيار المديرين العامين ومشروع شهادة المدرب الوطني وإنجاز الإطار العام لمشروع معاوني الوزراء تمهيدا لاستكمال الخطوات التنفيذية بعد اعتماده رسميا. يتحدث زملاء أنه ما شاف ما لمس المواطن شيء، مظبوط والله، وأنا بأيدكم في هذه النقطة، لأنه المواطن مو هو تارجت المباشر في هذه المرحلة. لا أستطيع أن أصل إلى المواطن إلا من خلال نجاح الوزارات الأخرى، فأنا لست وزارة أقدم منتجا مباشرا للمواطن إلا بمشروع تبسيط الإجراءات، وهناك مراكز خدمة المواطن ونحن نمأسس مشروع مراكز خدمة المواطن ونعمل عليها بشكل كبير، ولكن المواطن الذي أتعامل معه هو مؤسسات الدولة، وبالتالي مهما فعلت ومهما كان أداء وزارة التنمية الإدارية على أعلى مستوى، إن لم ترغب تلك المؤسسات أن تنفذ وأن تطور من مستوى إداراتها العامة، فالنتيجة ستكون مأولى الفشل. وبالتالي علينا أن نتشابك مع هذه الوزارات ونتشابك مع جميع الهيئات والمؤسسات وأن نقرر ماذا نريد. إذا أردنا فعلا أن نقتلع هذا الفساد وأن نقتلع هذا الترهل الإداري وأن نقتلع هذا التكلس الإداري، علينا أن نؤمن بما نقوم به. وأكد أعضاء المجلس أهمية تفعيل دور المصالحات الوطنية لتعزيز الثقة بين المجتمع والحكومة، مشيرين إلى ضرورة عدم الاعتماد على بعض المتسلقين على عنوان المصالحة الوطنية وتنسيق جهود الوزارة واللجنة لإنجاح مشروع المصالحة في هذه المرحلة الحساسة. وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية دكتور علي حيدر أكد أن الحكومة تسعى إلى المصالحات المحلية لحماية الأهالي والمدنيين في المناطق التي تشهد وجود مجموعات إرهابية مسلحة، مشيرا إلى ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح المصالحات الوطنية. أي مصالحة محلية لنقول أنها أنجزت بالكامل تحتاج إلى سنة عمل يشارك بهذا العمل الجميع. الوزارة عملها بسيط جدا من مجموع أعمال تحتاج إليها هذه المصالحة من الجميع. المصالحات المحلية حتى تصبح ليست شكلية، تصبح حقيقية، يجب أن تتضافر كل الجهود وأن نحول هذه المنطقة إلى منطقة حياة طبيعية نعالج بها حتى شؤون الناس وهمومهم. لا بد من التمييز بين إدارة مشروع المصالحة الوطنية وبين العاملين في مشروع المصالحة الوطنية. واقع الإدارة العامة والمصالحات المحلية كانت محور جلسة اليوم، فتطوير أساليب العمل الوطني والمؤسساتي يزيد من قدرة أعضاء المجلس على التواصل مع المواطنين في كل مواقع العمل. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب. الحكومة تبحث في جلستها الأسبوعية لاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتأمين احتياجات المواطنين وضبط الأسعار، إضافة إلى عمليات تسويق موسم الحبوب. أكد الحلقي أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس الأسد تسعى جاهدة لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وتسخير إمكانيات الوطن لتعزيز صمود جيشنا الباسل والاهتمام بذوي الشهداء، مشيرا إلى أن المكافأة الشهرية للوحدات والتشكيلات المقاتلة في الصفوف الأمامية هي تقدير للتضحيات التي يقدمها جيشنا الباسل على الجبهات. وبحثت الحكومة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يصادف الأسبوع القادم بهدف تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع والتشدد في ضبط الأسعار والرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم. بمناسبة شهر رمضان، كل عام بخير. نتمنى من السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يستمر في جهوده الرامية إلى تأمين تشكيلة واسعة من السلع ضمن المواصفات القياسية السورية وبالأسعار التي يمكن أن تكون مناسبة مع الحالة يعني اللي بتعيش البلد، وأيضا مع تكاليف المنتج بعيد عن الاحتكار اللي ممكن تمارسه بعض الجهات وخاصة في شهر رمضان، وتجديد المراقبين التموينيين اللي دائما كانوا يكونوا فاعلين في شهر رمضان من أجل محاسبة المتلاعبين أو الفاسدين أو المحتكرين. وركزت الحكومة بشكل خاص على عمليات تسويق موسم الأقماح
وضرورة استنفار كل أجهزة وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة الحبوب للإشراف المباشر على تسويق الموسم. استنفار كل أجهزة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة الحبوب من أجل الإشراف المباشر على تسويق موسم حبوب عام 2015، وخاصة محافظة الحسكة، لأن المؤشرات الأولية المقدرة لإنتاج القمح في هذه المحافظة يتجاوز 800,000 طن. فنتمنى أن نقوم باستجرار ما استطعنا من هذا المحصول الهام الاستراتيجي الذي يشكل المادة الأساسية للأمن الغذائي. الحلقي لفت إلى التعاون والتشاركية بين السلطات كافة، وخاصة التشريعية والتنفيذية، والتي انعكست إيجابا على تحسين أداء القطاعات التي تلامس هموم المواطن. سنمضي في متابعة الملاحظات، طبعا كل حسب اختصاصه، من خلال المحاضر التي يمكن أن تنبثق عن هذه الجلسات ليصار إلى متابعتها من قبل السيد وزير شؤون مجلس الشعب مع السادة الوزراء المختصين. نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية والمغتربين اعتبر في عرض سياسي أن الانتخابات التركية أسقطت طموحات أردوغان، وأثبتت للرأي العام التركي والعالمي أن الشعب التركي يرفض سياسات أردوغان الخاطئة وتدخله السافر في شؤون دول الجوار ومساهمته في زعزعة أمن واستقرار هذه الدول. المعلم أشار أيضا إلى إنجازات قواتنا المسلحة الباسلة في الحسكة، والتي قدمت نموذجا للتلاحم المميز بين الشعب والجيش، وأسقطت مشروعا سياسيا كان معدا لهذه المحافظة. ووافقت الحكومة بتمديد العمل بالقرار المتعلق بإعفاء كافة مستوردات القطاع العام من إيران لمدة 6 أشهر. كما بحثت الحكومة مشروع القانون الخاص بقمع الاستجرار غير المشروع للكهرباء ومنع التعدي على الشبكة الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. وإلى أخبارنا الميدانية مشاهدينا، نبدأها من ريف درعا، حيث استهدف سلاح الجو في الجيش العربي السوري أوكار الإرهابيين في المليحة الشرقية والكرك والحراك، وقضى على 40 إرهابيا. ووجهت وحدة من الجيش ضربات مركزة على طرق تحرك التنظيمات الإرهابية وتنقلها في محيط قرية رخم، أسفرت عن تدمير عربة محملة بأسلحة وذخيرة وسقوط قتلى بين الإرهابيين، كما أوقعت قتلى ومصابين بين صفوف إرهابي جبهة النصرة في درعا البلد، ودمرت لهم سيارة تقل إرهابيين على طريق السد الأرصاد الجوية وجرافة في محيط جامع بلال الحبشي. يأتي ذلك في وقت أحبطت فيه القوات المسلحة هجوم إرهابيين على نقاط عسكرية في محيط بلدة عتمان، وأوقعت من بينهم العديد من القتلى والمصابين. وفي ريف القنيطرة دمرت وحدات من الجيش عربة مزودة برشاش ومربض هاون لإرهابي تنظيم جبهة النصرة في قريتي الحميدية ومسحرة. وفي ريف السويداء أيضا قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إرهابيين من تنظيم داعش، ودمرت آلية مزودة برشاش ثقيل في محيط قرية القصر. وأما في ريف حمص فقد أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوما إرهابيا لتنظيم داعش على منطقة الصمامات وقرية البيضاء وجنوب بيارة أم الطبابير، وفي ريف تدمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من إرهابي تنظيم وتدمير أسلحة وذخيرة وآليات مزودة برشاشات ثقيلة. وبين المصدر أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على أوكار لإرهابي داعش في قريتي رجم القصر وأم صهريج، أدت إلى سقوط العديد من القتلى في صفوفهم وتدمير أسلحتهم. أما في الريف الشمالي للمحافظة فقد قضت قواتنا المسلحة على العديد من إرهابي تنظيم جبهة النصرة خلال استهداف أوكارهم وتجمعاتهم في تلة الرستان. أما في ريف حلب فقد استهدفت وحدات من الجيش أوكار ومحاور تحركات وإمداد إرهابي جبهة النصرة في مارع وتل رفعت وحربل وتلالين، في خان العسل وخان طومان وزربة بمنطقة جبل سمعان وغرب مطار النيرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. كما كبد القوات المسلحة إرهابي تنظيم داعش خسائر كبيرة في الأفراد والسلاح في محيط الكلية الجوية، واستهدفت أوكار تنظيم جبهة النصرة في قرية تريديم وشرق سبيرة، وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين. وفي مدينة حلب كبدت وحدات من الجيش إرهابي جبهة النصرة خسائر كبيرة في أحياء السكري والمعادي وحلب القديمة والصالحين وهنانو والمشهد والأنصاري والعاملية وتل الزرازير، فيما دمر سلاح
سلاح الجو رتل عربات مصفحة ومزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف الحسكة، وأوكارا لمتزعمي التنظيمات الإرهابية في عين الحمراء وبني عز والبشيرية وبزيت وبشلمون بريف إدلب. أهالي نبل والزهراء يؤكدون صمودهم وثباتهم في أرضهم ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب التكفيري. أكد أهالي نبل والزهراء بأنهم صامدين وصابرين في هذا البلد جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري الذي يسطر أروع ملاحم البطولة من أجل تطهير أرض سوريا من الإرهابيين التكفيريين. سنبقى صامدون في هذا البلد المقاوم، سنبذل الغالي والرخيص ليبقى وطننا مصانا من رجس هؤلاء التكفيريين الإرهابيين. نحن باقون هنا، لنا ماض وحاضر ومستقبل. نحن مع الجيش العربي السوري وموجودين، وما بهمنا حصار لا 4 سنين ولا 5 ولا 10. بدنا البلد يضل عمره وجود اللجان الشعبية والجيش العربي السوري. النازفون حب سوريا مع دمهم، والمتألمون من جراح طال شفاؤها، كل أولئك ومن خلفهم قلوب أبطال الجيش العربي السوري التي اعتصمت بحبل الله والوطن، لهم منا ألف تحية. نحن رجال الدفاع المحلي في بلدتي نبل والزهراء قائمين على حماية ثغور مدينتي نبل والزهراء من العصابات التكفيرية الإرهابية، ونحن خلقنا على هذه الأرض وسنحيا على هذه الأرض الطاهرة وسنستشهد عليها. نحن نستمد قوتنا من سواعد رجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون أروع البطولات على أرض الجمهورية العربية السورية. الشعب الواحد في سوريا أثبت للعالم أن سوريا منيعة على الاستعمار بكل أدواته العربية والإقليمية والدولية. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد داشو، نبل والزهراء. الاستملاك بين الضرورة والضرر، فما بين تلبية احتياجات الجهات العامة من العقارات لتنفيذ مشروعاتها وبين حاجة المواطن لأرضه إقامة ومعاشا وزاد من طينها بلة، تعويضها لا يعوض عن شيء، يعني موقع السكن الشبابي في محافظة طرطوس أشكالا ومشكلة. لنتابع هذا التقرير. تتشعب المشاكل الناجمة عن قضايا الاستملاكات في محافظة طرطوس مثلها مثل باقي محافظات القطر، وقد تركت هذه المشاكل آثارها السلبية على النفع العام والمواطنين على حد سواء، إما بسبب عدم استثمار العقارات المستملكة في الهدف الذي استملكت من أجله، وإما السعر المتدني الذي يعطى مقابلها، ومن ناحية أخرى تحول هذه الأراضي إلى أراضي بور وعدم استفادة أصحابها منها، أو الخوف المرافق للمواطنين عند زراعة أراضيهم من خسران مواسمهم كما حصل مع أهالي قرية أبو عفصة الذين استملكت أراضيهم لصالح السكن الشبابي، فلا المشروع نفذ ولا ارتاح بال الأهالي الذين ينتظرون إعادة النظر في قانون الاستملاك وإنصافهم. هذه الأرض هي فرص عمل، وهي سلة غذائية للوطن، وهي حاجة وطنية، في نفس الوقت الذي لدينا أراضي فيها شجيرات دغلية في شرق طرطوس في مناطق صخرية وبائرة وليس لها أي فائدة وغير صالحة للزراعة، فلماذا لا يتوجه إلى هذه الأراضي وهي أكثر جمالا وأنقى هواء وأقل خصوبة وغير منتجة؟ نحن من أهالي قرية الزرقات، ونحن عندنا أراضي هون إلا بنزرعها 40 سنة، من 40 سنة نحن بنزرعها وبنتعب فيها وبنشجرها، وهلا بلشت تعطي موسم يعني البدنية المطلوب، يعني بيجوا بهاللحظات هذه بدهم يستملكوا او ياخذوا هالاراضي، هذا يعني هذا شيء لازم يكون مستحيل، ونحن باقيين بالارض ولا فينا نتركها، يعني صار شو ما صار نحن هالارض باقيين فيها. الارض من جدودنا، كان لنا اراضي بالسياحه اخذوا لنا اياها وفضلت هالاراضي هي، كل واحد منا بيطلع له دلوم، باقيه اجى بده ياخذها سكن شباب. 1980 استملكوا لنا 480 هكتار لنفس المزارعين بقريه ابو عفصه، والان استملكوا ما تبقى من أراضي المزارعين نفسين، استملكوهن من جديد للسكن الشبابي. أنا كمواطن لا بقى أملك ولا متر بسوريا كلها، إذا راح هالدلم الأرض اللي عندي دلم أرض
إلي ولولادي وما نسترزق منه، إذا هلا راح أبقى عندي ولا متر أرض بسوريا. هؤلاء حالهم حال الكثيرين ممن استملكت أراضيهم وحرموا الاستفادة منها، فما وجهة نظر المسؤولين في محافظة طرطوس عن هذا الموضوع؟ الملكية نحن بالدستور الجمهورية العربية السورية الملكية مصانة، وبنعرف نحن أنه طلع قانون الاستملاك من رئاسة مجلس الوزراء، ولكن حاليا ما طلع بمرسوم جمهوري. سانا عم نشتغل على القانون 20 لعام 83، ما نتعرض لشكاوى من المواطنين وقت التباليغ وما يلجأوا إلى القضاء، وأحيانا كتير بالقضاء ما يكون يعني ما تنعكس على البلدية من خلال الموارد المالية. قانون الاستملاك مفروض يكون وفق السعر، ليس الرائج بمعنى الرائج وليس البسيط. لبدنا مجلس المدينة يغنى ولبدنا المواطن يغنى، مفروض يكون حل وسط بمعنى انه نواكب هالمدة الزمنية للأسعار فيها طلعت سعر الأرض. يعني هلأ ضمن مدينة طرطوس من خمن سعر المتر وفق المعادلة الاستملاكية ما يطلع وسطيا بين 2000 و 3000 أو 5000، خارج المخطط التنظيمي ما يطلع ضمن الحدود الإداري خارج المخطط التنظيمي يطلع 60 ليرة بعل 240 سقي. لحد هلا نحن بأبعد ضيعة ما عندنا متر أقل من 2000 3000، إذا ما يتعرض المواطن أحيانا لإجحاف ولكن غير مقصود. ويبقى الانتظار سيد الموقف لإعادة النظر بالقوانين والتشريعات بما يخدم الوطن والمواطن ويتوافق والوقت الحالي. ناقش أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب مع لجنة المصالحة المحلية بمدينة سوران بحماة سبل تعزيز المصالحات المحلية في المدينة ومحيطها بما يزيد من منعة الأهالي وتلاحمهم في مواجهة الإرهابيين الذين يحاولون التسلل إلى المنطقة. وبيّن أعضاء لجنة المصالحة المحلية بسوران أن أهالي المدينة استطاعوا تحصين مدينتهم والحفاظ على أمنها ومنع إدخال المسلحين إليها أو تحويلها إلى مقر للإرهابيين من خلال حالة التلاحم الشعبي بين أبنائها. بدورهم أشار أعضاء لجنة المصالحة في مجلس الشعب إلى أهمية نشر القيم المجتمعية التي تعزز الانتماء للأرض وتعيد بناء الإنسان القادر على النهوض بالوطن، مؤكدين أهمية المبادرات الشعبية لتعزيز المصالحات في جميع المناطق وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة. من جهته دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي إلى الاهتمام بملفات المصالحة الوطنية كلها التي تتضمن ملف المخطوط والمفقودين والحوار الوطني. ستحدث تطورات في إجراء هذه التسويات والمناخ مناسب، وسبق أن قلنا بأن عام 2015 سيكون عام المصالحات الوطنية بامتياز. نحن لدينا أولويات، الأولوية الأولى هي أم أهلنا المخطوفين لدى تلك المجموعات الإرهابية، ومن ثم المسائل الثانية مسائل الحوار الوطني وحتى مسائل الموقوفين والمفقودين. دائما الفكرة العامة أن التسويات هي طريق حل جميع المشاكل جميع العقد من أجل نسيج وطني متماسك يؤمن بالوطن ومن أجل خير الإنسان وعمارة الأوطان. هذا منهج نسير عليه طوال هذه الفترة، جهود متواصلة، وإن شاء الله بهمة الأخيار في هذا البلد والشرفاء سوف نصل إلى ما يرضي الجميع ويحصن الوطن ضد كل الفتن. طبعا لجنة المصالحة تعمل بشكل مستمر في جميع المجالات وفي جميع المحافظات ضمن إمكانياتها، والتقدم حاصل والتفاهم صار جميل لدى الناس أن المصالحة الوطنية ضرورة وطنية حتمية للخروج من هذه الأزمة. دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مؤسسات التدخل الإيجابي إلى طرح تشكيلة واسعة من السلع والمواد الغذائية في منافذ البيع تلبي احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك. وطلب الوزير صفية من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة توفير كميات مناسبة من المواد الغذائية وغير الغذائية من إنتاجهما وصناعات معاملهما بأسعار منافسة للحد من استغلال ضعاف النفوس لموسم شهر رمضان المبارك، وقيامهم برفع أسعار بعض المنتجات والمساهمة مع مؤسسات وشركات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل الإيجابي بالسوق المحلية. أكد محافظ درعا خلال جولة شملت صالات الخزن والتسويق وأسواق الخضار أن المواد الغذائية متوافرة، داعيا إلى تجديد الرقابة على الأسواق خاصة خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. توفير مختلف السلع بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار مقبولة كان الهدف من جولة محافظ درعا محمد خالد الهنوس على صالات الخزن والتسويق وأسواق المدينة، حيث تفقد صالتي السبيل والمطار
ومدى التزامها بالتسعيرة وتوفير كافة السلع وحملة عيشها غير التي تشارك فيها المؤسسة أول 7 أيام من كل شهر، مؤكدا على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والتدخل الإيجابي لجهاز الرقابة التموينية في حال حدوث أي مخالفات. زرنا عدد من الصالات، وكانت الزيارة الثانية هي للسوق والاستماع من الأخوة المواطنين ومتاعب ومشاكل، ويوجد غلاء أسعار كمان، بالمقابل يوجد كميات كبيرة جدا من المواد الموجودة في السوق، والسوق مغطى، صالات الخزن مملوءة وبأسعار جيدة ومقبولة، وكما ذكرت ناقص 10% عن السوق الخارجي أو عن الخاص. أسواق مليئة بكل ما يحتاجه المواطن، إلا أن الغلاء سمة فرضته الأزمة نتيجة عدم توفر مستلزمات الإنتاج أو غلائها إن توفرت. في خضار إيه؟ في بس الأسعار غالية. هذه النوعية الخس قبل الأحداث أو قبل هالمتاعب ما كانت السوق مملوء أكثر وأرخص وأحسن؟ وبعدين وهلا شو صار؟ هلا غالي والله غالي والله، علينا 90 ليرة. السنة الله بعت لكم مطر ليوم المطر، المي وين؟ كل المنطقة الغربية زيادة عن المعدلات الضعف، المي ضعف. يبقى العمل على تأمين تشكيلة واسعة من السلع والمواد المراقبة وبأسعار مناسبة مستمرا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ناقش محافظ السويداء مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم عمل القطاع الصحي وتحسين جهود الإغاثة الصحية والإنسانية. الاطلاع على وضع الوافدين الصحي والمعنوي والوقوف على حاجاتهم ومستلزمات حياتهم اليومية، تلك أهداف زيارة السيدة إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة إلى محافظة السويداء، حيث كان مركز الإيواء المحطة الهامة التي اطلعت هناك على أحوال الوافدين وما يقدم لهم من خدمات صحية وغير ذلك، مبدية ارتياحها لما يلقاه هؤلاء من دعم ورعاية أهلية وحكومية، ووعدت بتقديم ما أمكن من مساعدات صحية واجتماعية. يعني لنشوف كيف عم تتعامل محافظة السويداء مع العدد الكبير من الوافدين المتضررين، وبنفس الوقت لأن قيم احتياجاتها الصحية. لاحظنا الضغط الزايد على مشافي العامة وعلى مراكز الصحية، فبدنا نتعاون مع مديرية الصحة بتأمين بعض المعدات وبعض الأدوية هي، وإعادة تأهيل بعض الأقسام بالمشافي اللي زرناها. يعني كان الأمر شفافية، نحن عرضنا واقع المحافظة الصحي بشكل كامل، عرضنا الضغط اللي عم تعرض له مديرية صحة السويداء لأسباب موضوعية وواقعية، بعض الأدوية وعدت بتوفيرها إن شاء الله، وبعض المستلزمات الطبية كمان وعدت بتوفيرها. محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف قدم شرحا مفصلا للسيدة هوف، موضحا خلاله أن المحافظة وأبنائها يتحملون ومنذ بداية الحرب على سوريا الجزء الأكبر مما يقدم للوافدين والمتضررين من أبناء المحافظة. بهدف إحياء تراث مدينة حماة أقامت مديريتا التراث الشعبي والثقافة احتفالية أيام التراث، والتي تتضمن عددا من الفعاليات والمشاركات. برعاية السيد عصام خليل وزير الثقافة، أقامت مديريتا التراث الشعبي والثقافة في حماة احتفالية أيام التراث في حماة بهدف إحياء تراث مدينة حماة الممتدة بالأصالة والعراقة التراثية. نحن بطبيعتنا بوزارة الثقافة دائما نسعى لتشجيع هيك فعاليات القطر العربي السوري كلياته، مشان نفرجي العالم أنه نحن دائما ما زلنا موجودين، ما زالت الحضارة السورية من هون من حماة من مدينة النواعير تنتهي، لتفرجي العالم قديش معنا محافظين على ثقافتنا وحضارتنا. وتضمن اليوم الأول من الاحتفالية معرضان للصناعات اليدوية التراثية بعنوان حماة أيام زمان، وندوة بعنوان الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل رحلة في ذاكرته وتجربته الشعرية. تراث قديم كتير لدرجة يعني ورثناه قلت لك من الأجداد أجدادنا نحن، وكل مواد كان أولية بعده صار كله نجيب أزاز مكسر ونكرر ونشتغله وادي. معرض حرفي تراثي قديم بيشتغل بمصلحة البسط. البسط أنواع قماشية ودراء اللون وصوفية.
وتستمر الاحتفالية 3 أيام يشارك فيها عددا من المفكرين والباحثين من خلال محاضرات تتمحور حول المواقع الأثرية وأهمية الحفاظ عليها والعادات والتقاليد الشعبية الحموية والأمثال الشعبية القديمة، إضافة إلى أمسيات موسيقية تراثية وأصبوحات شعرية، وذلك في المراكز الثقافية المنتشرة عبر جغرافية المحافظة. محافظ حمص يتفقد الواقع الخدمي في بلدة صدد ويستمع من أهاليهم لمطالبتهم المتعلقة بل لمطالبهم المتعلقة بالمياه والكهرباء والطرق. ضمن إطار متابعة الواقع الخدمي الذي بدأت محافظة حمص بمتابعته فور عودة الأمان إلى صدد، قام محافظ حمص بجولة تفقدية إلى البلدة واجتمع مع الأهالي فيها واستمع لمطالبهم المتعلقة بحل مشاكل المياه والكهرباء والطرق. أنشأنا أحسننا مركز تحويل سطات، مركز تحويل من 200 إلى 400 كافئة في مدينة صدد الحي الشرقي، وكذلك في مدينة الحفر حسنا استطاعت مركز تحويل بكلفة عشرات الملايين حقيقة، والآن في صدد إنشاء مشروع جديد لتحسين التوتر في مدينة صدد. طبعا بلدة صدد تشرب من آبار بمنطقة حسين مسافة حوالي 13 كيلومتر. أبرز المشاكل اللي تعانيها هي التعديات اللي تحصل على خط الجر، تم إزالة كل التعديات وحاليا ورشاتنا على الخط لتأهيله بشكل نهائي. نحن حقيقة بعد تحرير بلدة صدد من العصابات الإرهابية عدنا إلى ناحية صدد ونقوم بالواجبات الملقاة على عاتق رجال الشرطة في حفظ الأمن والنظام في بلدة صدد، طبعا كل ذلك بالتعاون مع الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما تفقد المحافظ مشفى صدد الوطني واطلع على أقسامه وجهوزية كوادره. ما لمسناه اليوم تحسن كبير في الخدمات، أداء جيد ومتميز في بعض القطاعات، تلقينا بعض الطلبات التي لها علاقة في تحسين الواقع الخدمي. السادة المدراء الموجودين معنا في قطاعات خدمية سيتابعون ما يمكن متابعته خلال فترة قصيرة كعمل إسعافي أو ما هو استراتيجي ضمن الخطة ويحتاج إلى موافقة الوزارات المعنية وخصوصا وزارة الإدارة المحلية. تسعى محافظة حمص لتلبية كافة احتياجات المواطنين في المحافظة والعمل على حل مشاكلهم ضمن إمكانياتها في كل المناطق.